السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا أهلا بحضراتكم وكل عام وأنتم بخير. مع حضراتكم سميع عبد الغني. عاملين يا جماعة في الصيام؟ ربنا يا رب يتقبل منا ومنكم إن شاء الله. معايا النهاردة مفاجأة حلوة لحضراتكم. لستة. شوف كلام قد إيه، ورسايل جايالي على الواتساب. يعني أنا عملت كده رد معين ببعته للكل من كتر إعادة الأسئلة، وانا حزين والله وانا بقرا الاسئله دي. فحواها حتى لو طلع على وقت حضرتك المشاكل التي تواجه الدارس او الموهوب او الفنان في اتقان وتعلم النقمات الصوتيه. خليني صريح معاك، انا ما علمتك الا الصراحه، ان هذا العلم له سكتان. إما إن سكة تكون طويلة قوي فهتضيع من وقتك وهتضيع من عمرك، والمحصلة يا تبقى حاجة يا تفضل على مستواك ولا تتقدم شبر قيد الملا، يا إما السكة التانية تكون سكة مكلفة، والسكة دايما المكلفة بتخليك تحس بطعم النجاح وبطعم التعب. من ضمن الأسئلة بيقول لي: يا شيخ أنا ضحية، وأنا طبعا ما أحبش اللفظ ده، أنا كنت في مركز تعلم مقامات صوتية وقعدت فترة، وكان الكورس عبارة عن إن أنا المدرب بيجيب لنا مجموعة من الملفات فيديوهات، إحنا بندفع فلوس في الأول وبعد كده بيدفع لي بيبعت لي فيديوهات وبيقول لي اسمعها مرة واثنين وثلاثة، وبعد فترة ما استفدتش حاجة. ولما انضميت لحضرتك اللي هو العبد الفقير، يعني لقيت بصراحه فرق السماء والارض. هو بيعت لي الرساله ديت يعني زي ما تقول كده طريقه شكر، طبعا الشكر لله طبعا. فهو بيقول لي بصراحه فرق السماء والارض من تعامل حضرتك مع الطلبه وتعامل اللهم اجعلني خير مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون. احد طرق تعليم المقامات الصوتيه لها استراتيجيات معينه. فهو بيقول لك كان بيروح عند شخص معروف، ف التكنيك بتاعه والاستراتيجي بتاعته في تعليم المقامات الصوتية: هتدفع الأول مبلغ أي حاجة رسوم، وبعدين بجيب لك مجموعة من الفيديوهات، بتنزل الفيديوهات ده زي ما هو بيقول لي مثل ما يقول لي اسمعها مرة واثنين وعشر وألف. طب أنا معاك، يعني أنا بعت لك النهاردة مقام النهاوند الحلقة، هتحملها وأقول لك تسمعها مرة واثنين وثلاثة. طب أقف مع نفسك كده، المدرب اللي بيقول الكلام ده، طب انت يعني انت فاهم انت بتقول ايه؟ انت فاهم انت بتدرس الطلاب ازاي؟ انت بتعكعك الطالب. انت اول حاجه في نظامنا لما حد يجي الدوره او بصفه عامه، لا يا جماعه بتكلم بصفه عامه ان جنرال، لما عشان تخش في المقامات ده لابد انك تبقى محدد طبقه صوتك، باريتون ولا تنور ولا باص ولا التو ولا ولا ولا، لابد انك تكون عارف ايه القصور اللي في صوتك، لابد انك تكون عارف الطبق اللي انت هتقلده هتسمعه عشان تحاكيه، لابد انك تكون عارف امكانيات صوتك. هجيب لك فيديو عن نهاوند اسمعه مره واثنين وثلاثه. طب سين، انت قيمتني ازاي؟ عرفت ايه مشاكل صوتي؟ افرض ليس لي قدره على ان انا استمع واقلد، لها امكانيات معينه ما اخدتهاش. طب الاشراف اليومي، التقييم اليومي، هتعرف ازاي حضرتك ان انا اتقنت الحلقه او اتقنت المقام ده؟ هبعت لك ازاي؟ يبقى اذا لا يوجد متابعه يوميه، لا يوجد تراسل، لا يوجد ترصد، يعني بفيديوهات تسمعها وخلاص. طب والمحصله؟ هتقيمني ازاي؟ هتعرف ان انا قفلت المقام ده ازاي؟ فين المحاكاه؟ فين الايميتيشن؟ فين او السيميوليشن؟ طب فين اساسيات الموسيقى؟ المفروض انا في دوراتي بختزل كل اللي اخدته في معهد الموسيقى في 17 محاضرات، بعرفك الليله ماشيه ازاي، ما بسيبكش كده عايم اقول لك خد اسمع وخلاص، لا يوجد شيء اسمه يا اخوانا اسمع وخلاص. انا مهمتي ابدا من حيث انتهى القارئ، دي كانت قصه. فطبعا هو كمل بالشكل ده، مش هينفع يكمل اصلا، ادفع فلوس واخد فيديو واسمعه، طب هطبق ازاي؟ هسمعك صوت ازاي؟ ناس واحد تاني بيقول لي احنا كنا في جروب، راجل معهد معروف
وناس كتيرة ومش عارف ايه، والمدرب بيقعد يقرأ واحنا بنقرأ وراه. ايه الهبل ده؟ ايه الهبل ده؟ انا مش ضمني ان الناس دول كلهم بيعرفوا هيرددوا ورايا. انا لما اقول لك مثلا كيف تكفرون بالله، هم هيردوا بقى ايه؟ هل كلهم قالوا؟ كل الطلبة اللي قاعد قال زي ما انا قلت؟ يا جماعة يا جماعة، يا ريت يكون في دماغ شغالة شغالة. أنا تعاملتي بيكون مع الطالب نفسه، أنا محتاج أدرسه، هو ده الهدف، لازم أسمعه، لازم أفضل وراه لحد ما يطلع النغمة اللي أنا عايزها، لازم أفضل وراه لحد ما يجيب التمرين اللي أنا عايزه، مش أسمع وأفزع وخلاص. أنت كده أخدت مقام النهوان. طيب في طلاب بيقول لي ما عندهمش موضوع الأذن الموسيقية، أنا لازم أديك تمارين تتعلمها. ليس كل الطلاب اللي بيأتوا لي عندهم خلفية بالسماع، لا، في ناس ما بتسمعش، أقول له لا ما تتعلمش؟ لا طبعًا، لازم أخده وأهله إنه يسمع كتير، ومش أي قراء يسمعه، قراء معينين يسمعهم، ويبدأ من السلمة، وأتابع معاه، يكون في إشراف يومي. فإيه اللي أنا هقرأ والجروب بيردد ورايا؟ هي زنبليطة؟ هي هيصة؟ هي لم سبوبة خلاص؟ إنا أنسفناكم. والمحصلة صفر، الطلب خرج من هنا يخرج من هنا. ناهيك بقى دي على الطريقة اللي هي المدفوعة. طب الطريقة اللي مش مدفوعة، بيقعد على فيديوهات على النت، يدخل للشيخ فلان بيتكلم على الصوت، معذرة معذرة، النهاردة هنقدم تمارين الصوت، يعمل لك 15 حلقة على الصوت، مش عارف تمرين الورقة وتمرين القلم وتمرين مش عارف ايه وتمرين مش عارف الرجلين ايه التخلف ده؟ وأول الفيديو بتاعه يقول لك خلي بالك يا حبيبي، مش معنى أنا بقول لك تمرين القلم، مش معنى أنا بقول لك تمرين القلم أو أنت تتقنه إن أنت اتعلمت، لا، هو بيسوق انا فاهم، انا معاه، هو بيسوق للكورسات بتاعته بطريقه ذكيه، ويقول لك مش معنى ان انت اخدت التمارين دي الحلقه دي ان انت كده فهمت، لا انت لازم تيجي وتتضرب ومش عارف فيه. يا عم حقك، انا ما قلتش حاجه، لكن ما تضحكش على الناس، يتدي معلومه كامله يا ملهاش لازمه. ايه 50 قلم؟ ايه علاقه التمارين القلم بنطق والكلام ده؟ ياخد الاجانب حتى ما بيستخدمهاش، موضه بطلت، موضه بطلت، ايه الكلام ده؟ ايه العبط ده؟ انت مش لاقي فيديوهات تعملها؟ يعني انت مش لاقي فيديوهات تعملها اي حاجه كده خلاص؟ ما هو بيكسب من اعلانات القناه، يعني هو لو ما جالوش زبون القناه بتعمل مشاهدات وتبعت له فلوس الاعلانات، مش قصه يعني. ادخل كده عندي في المحاضرات هتلاقي والله رفع محاضرات كامله من اول الالف، ازيك يا شيخ، على برنامج الزوم، واجانب وعرب، والاجانب دول لهم قصه تانيه بصراحه. يعني الاجنبي بيبقى يعني ناهيك عن، انا مش لن اتحدث عن التعامل، فرق ان اتعامل مع واحد اجنبي غير مع واحد عربي. فيجي يدخل مثلا على اليوتيوب مغاره ومتاهه وما بيعلمش حق. احنا عن نفسنا انا ما استفدتش، يعني نفسي ادخل الاقي موقع اكتب مقام نهوان او النكريز او النوى اثر والاقي كلام صح بيتقال عليه، كله قاعد يفتي وكله قاعد يهري وكلام كده في الفاضي، يقول له يا عم اعمل قناه واتكلم عن كذا ايه التخلف ده؟ التعليم المقامات الصوتيه ده، واحد مثلا عايز، واحد مثلا تخين وعايز يخس، والله مهما اتفرجت على فيديوهات العالم كلها ما هتنزل سنت واحد، لله تاخد بعضك وتروح عند دكتور تتابع معاه، يعني مش كل الحالات زي بعض، ده انا عايز اوصله لك. صوتك مش زي الصوت، التمرين بتاعك مش زي التمرين بتاع فلان، الدوزان ظبط الدوزان مش زي الدوزان بتاع حوارات، عربك الصوتيه مش موجوده، ده ممكن يكون عنده عرب صوتيه. فانا المفروض على المتدرب، انا نصيحي يعني، انا عارف ان ممكن يكون واحد مدرب بيتفرج عليا اهلا على عيني وعلى راسي، بس انا بقول الكلام ده وانت عارفه، لابد ان تبدا من حيث انتهى الطالب اللي عندك مش الطلاب، مش كلام كده وارزع. طلاب تانيين او مدربين تانيين يقول لك انا هعلمك مدرسه الشيخ فلان مصطفى اسماعيل. مصطفى انا ولا يا عم ولا مصطفى اسماعيل، انا اطلع كده
ابدع واقرا بالقرايات وبالمقامات وبالنغمات، النغمات الفوق فوق مليون مليون نغمه، ونوع وشكل واسمع نفسي المنسيكا، تحصر لي في شيخ معين، تحط نفسك في مقارنه بايخه، انت عمرك ما هتوصل لمصطفى اسماعيل. بس ناس تعذرني، انا كل ما اجي ابص للكاميرا ببص لمفتاح البوز، عمرك ما هتوصل لمصطفى اسماعيل. وبعد مصطفى اسماعيل مدرسته يعني مستعرضه، بس فيها سنه كده كلاسيك شويه. لازم تجمع ما بين المدارس مصطفى اسماعيل ومدارس الشيخ الشحات والمدارس المعاصره، اللي احنا بنسمعه على كل ده كلها مدارس معاصره. وده المطلوب، مدارس المعاصره، ان ينقل النغمه والمقام لامام لمقام تاني، ويقفل ويبقى عنده احساس ويفهم. لازم القراءه تحتويه. طب موضوع الفلوس ولا مش الفلوس، طب يا اخي يعني هو المدرب ده هياكل ويشرب عياله منين؟ انا برضه عايز افهم. ما انت لما بتروح تبع دكتور التخسيس انت هتدفع للدكتور. انا ما بحبش اتكلم في موضوع يا راجل ده. مبروك عطيه طلع قال لك على الهوا، فلان المتصل، يا شيخ احنا عايزينك ان شاء الله في قعده عرفيه كده تحل مشكله في الشركه بتاعتنا. بعد مبروك عطيه خلص معاه قال له يا عم انا هجي لك بس تدفع، مش هضيع وقت معاك. ده من اللي بيقول مبروك عطيه وهتدفع. فموضوع الفلوس ما بنحبش نحكي فيه بصراحه، لان اكل عيش الناس. طالما بتروح تاخد درس تدفع، لما بتروح عشان الجيم اصلا جسمك، عشان الجيم بتعمل تمارين. فموضوع المجاني ده ما بيعلمش حاجه. حتى الفيديوهات اللي مرفوعه على النت كل الا من رحم بيدي معلومه كامله، الكلام ده معروف. طيب في برضه بعض الناس تانية قالوا لنا احنا لازم عشان اكون قارئ او منشد اتعلم الموسيقى وامسك عضو اورج. غباء في غباء، غباء في غباء. اسال الناس اللي كانوا بياخدوا عندي، مسكت حد فيهم طبلة حتى ولا سجاط؟ كلام تخلف. لابد ان يكون المدرب اللي انت رايح له يكون اول حاجة على علم، مش على علم، حافظ قرآن أو ما يتيسر، متقن في أحكام التجويد مخارج الحروف. تروح تظبط لك النغم بتاعك، وبعد ما تخلص النغم بتاعك يقول لك روح ظبط التجويد بتاعك. هقعد أدفع هنا وأدفع هنا؟ إيه يا عم؟ كلام كتر وكلام تعب وأسئلة بتيجي. أنا بقول لهم يا جماعة بالله عليكم هجيب فيديو وأرد عليكم، هو ده الفيديو. هزود ولا هقلل، وأنا جد شوية سامحوني. وبمناسبة يعني القرآن رمضان وكده، ممكن نقرأ كده آيتين آيتين كده آيتين كده على ال بيدعوا لنا كده بيها. واحد بيقول يا شيخ أنت، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون، وانتظروا ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون.
أدعو الله سبحانه وتعالى أن أكون قد وفقت ولو في توصيل معلومة واحدة. السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى اللقاء في حلقة أخرى. كان معكم سمير عبد الغني من القاهرة.